كما ترون وصل إلينا كونتينر به عدد كبير من الشهداء، بعضهم يعني مكتمل للجسد وبعض أشلاء، لكن الأشلاء يعني قد تحللت وبعض الأجسام قد تحللت، فنحن لا نستطيع في داخل حي مسكون في داخل هذه المنطقة بفتح هذه الثلاجة أو الكونتينر للتعامل معه، ونحن نتواصل مع أصحاب الشأن لنقل إلى المقبرة، ومن هناك سيكون بإذن الله تعالى التوثيق عبر وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة العدل لتوثيق جرائم حرب ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. داخل الكونتينر الوضع سيء جدا، الرائحة لا تطاق. هم وصلوا من عبر معبر صوفا، وتم إبلاغنا عبر وكالة الأمم المتحدة أنه سيصلكم عدد من الشهداء، وأنتم ترون هذا هو الكونتينر وبه عدد من الشهداء. لا نعلم العدد، يقال أنه 80، لكن نحن لم نستطع العد بسبب قوة الرائحة وعدم استطاعة الطواقم الطبية التعامل في هذا المكان، وخوفا على انتشار الأمراض في داخل هذا الحي.